لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي مشاهدي قناة نورمينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم برنامج استفتي قلبك، وهي بعنوان دروس وعبر أخلاقية من وحي الهجرة النبوية. في البداية اسمحوا لي أن أتقدم باسمي واسم جميع العاملين في قناة نورمينا إلى صاحب الجلالة الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، مناسبة الهجرة النبوية، فنرفع لمقامكم أجمل التهاني والتبريكات، ونتمنى أن يدوم علينا هذا الأمن في هذا البلد المعطاء لنا ولجميع إخوتنا ولسائر الأمة العربية والإسلامية الذين نتمنى لهم من أعماق قلوبنا أن نكون على نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن نحتفي بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، مناسبة الهجرة النبوية الشريفة، وأن تكون الأمة في عزتها ورفعتها وكرامتها. نتمنى على الله سبحانه وتعالى أن نستفيد من هذه الذكرى ومن وحي هذه الذكرى المجيدة التي بسببها كانت دولة الإسلام، دولة الإسلام العظيم، دولة دين الله سبحانه وتعالى، دين التسامح والعدل، دين الإيمان الحقيقي، دين التوحيد، دين المحبة، ودين السلام. أيها الإخوة، يعني عنوان هذه الحلقة هو دروس وعبر أخلاقية من وحي الهجرة النبوية. لماذا اخترت هذا العنوان؟ ولا أريد يعني أن نسرد أحداث القصة والهجرة النبوية يعني بشكل اعتيادي، فكلنا نعلم أنه بسبب العذاب وبسبب الاضطهاد وتعذيب أهل قريش المشركين للموحدين للصادقين للمؤمنين، يعني سمح لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، وبقي الحبيب في مكة إلى أن أذن له الله سبحانه وتعالى، فكان يعني اختار صديقه ورفيق دربه أبو بكر الصديق ليكون صديقه في الهجرة. وكلنا يعرف يعني عندما ذهب إليه فأراد أبو بكر يعني أن يهاجر، فقال له: يا أبا بكر، على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني أبقى راحلتين وتعهدهما لمدة 4 شهور، وكانت الهجرة بعد أن اجتمع يعني هذه النية اجتمعت في قلب الحبيب عليه الصلاة والسلام بعد أن أذن له الله سبحانه وتعالى بذلك. طبعا كلنا يعرف أنه اجتمع في دار الندوة أهل قريش يتشاورون كيف يتخلصون من الحبيب عليه الصلاة والسلام، ويعني اختاروا من كل قبيلة فارسا مغوارا من أجل أن يضرب الحبيب عليه الصلاة والسلام ضربة واحدة فيتوزع دمه على القبائل، فلا أحد يطالب بدم الحبيب عليه الصلاة والسلام. وأخذ أبو بكر معه ماله، وكان ابن أبو بكر عبد الله بن أبي بكر وأسماء بن أبي بكر، كانوا هم الذين ساعدوا الحبيب عليه الصلاة والسلام في الهجرة. يعني كانت الأخبار تأتي والطعام يأتي إلى غار ثور حتى الله سبحانه وتعالى سهل بالهجرة. ما هي الدروس الأخلاقية التي نستفيدها من هذه الهجرة؟ هناك دروس وعبر كثيرة جدا، عشرات بل مئات بل ألوف من الدروس التي ممكن أن نقتبسها من هجرة الحبيب عليه الصلاة والسلام عندما هاجر، لبيان حقيقة هذا الإسلام العظيم، وأن هذا الإسلام هو عقيدة وعمل وسلوك. يعني من أولى هذه الدروس والعبر أن الحبيب عليه الصلاة والسلام استبقى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في مكة
من أجل إعادة الودائع لأهل مكة المشركين الذين كانوا يضعون ودائعهم وأموالهم وجواهرهم الثمينة عند الحبيب عليه الصلاة والسلام. فأولى هذه الدروس والعبر الأخلاقية الرائعة هي أنه عليه الصلاة والسلام لم يعني يكن أنانيا، لم يكن مخادعا، لم يكن يعني كصفات بعض الناس، بل كان خلقه القرآن، فأراد أن يعيد الأمانات إلى أصحابها. يعني سبحان الله، لو أحد آخر غير الحبيب عليه الصلاة والسلام ممكن يقول لك يا أخي ما أنت، هم معذبينك، هم ضاربينك، هم ظالمينك، خذ أماناتهم وخذ فلوسهم وخذ جواهرهم معك وروح. لكن الحبيب عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، بالعكس استبقى علي بن أبي طالب من أجل أن يعيد هذه الأمانات. شوفوا هذه الأخلاق العظيمة، هذه الأخلاق الراقية والرفيعة من الحبيب عليه الصلاة والسلام، كيف لا وهو يعني الذي كان يلقب بالصادق الأمين. بالله عليكم، يعني هل يليق بهذا الحبيب عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان بده يهاجر معناته يأخذ الأموال من الذين ضربوه وعذبوه؟ لا أبدا. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وكان عادلا عليه الصلاة والسلام، وكان أمينا، وكان صاحب أخلاق فاضلة، فاستبقى علي من أجل إعادة الأمانات. أيضا يعني دور المرأة في الإسلام، دورها الجميل والريادي. أسماء بنت أبو بكر كانت هي التي تذهب بالطعام، وسميت ذات النطاقين عندما كانت تربط، لم تجد يعني رباطا على وعاء الطعام، فيعني قطعت نطاقها ويعني ربطت به ذلك الوعاء، فسميت ذات النطاقين. المرأة كان لها أثر عظيم في الهجرة وفي الإسلام وفي بواكير الإسلام العظيم. ليتنا نستفيد من هذه الأخلاق من أجل أن نعالج أمراضنا التي استشرت فينا في مجتمعاتنا الحالية. مجتمعنا للأسف أصبح مجتمع ذكوري، ينظر إلى المرأة على اعتبار أنها يعني من الدرجة الثانية، والإسلام العظيم أعطاها الدرجة الرفيعة. خذوا علمكم عن هذه الحميراء، عن السيدة عائشة، نصف العلوم كانت من السيدة عائشة، سبحان الله. لذلك هذا درس، وإعادة الأمانات درس، واختيار الحبيب عليه الصلاة والسلام لمن ساعدوه في الهجرة فيها دروس. يعني استخدم رجلا مشركا في هجرته لأنه يعلم أنه صاحب، يعني كان دليلا وكان صادقا وكان مخلصا، فلم يخاف الحبيب عليه الصلاة والسلام من استخدام هذا الرجل في مساعدته ليكون دليلا لهم في الهجرة. وهو عبد الله ابن أرقط، كان مشركا. يعني شوف الحبيب عليه الصلاة والسلام وهو في أصعب اللحظات، في أحلك الظروف، يعني كان يتحكم ويتصرف كأنه إنسان عادي، من أجل أن يضع لنا السنة، الطريق السنة الحميدة والطريق الجميل، من أجل أن نسلك هذه الطريق في حياتنا. كيف لا ونحن الآن بأمس الحاجة أن نتعلم من الحبيب عليه الصلاة والسلام هذه الدروس وأن نسلكها في حياتنا. يعني سبحان الخالق. أيضا عندما وصل الحبيب عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ما هي الأسس لهذا المجتمع أيها الإخوة؟ كيف نستفيد من هذه الأخلاق وهذه يعني هذه خطة الطريق التي وضعها الحبيب عليه الصلاة والسلام، كما يسمى بلغة اليوم؟ هناك خطة وضعها الحبيب وأسس هامة لإقامة دولة الإسلام، لأن الهجرة هي تعني نشأة دولة الإسلام العظيم، وكانت دار الإسلام الأولى على وجه الأرض، وهي دار السلام ودار التسامح ودار المحبة والألفة بين البشر. فما هي الأعمال التي أرساها وأقامها صلى الله عليه وسلم منذ أن وصل المدينة؟ هناك ثلاث أعمال أيها الإخوة هامة جدا قام بها الحبيب عليه الصلاة والسلام، وهي مؤشر لنا من أجل أن نأخذ منها الدروس والعبر. هناك بناء المسجد، وهو أول ركيزة في الإسلام، أول ركيزة ليعلم الأخلاق والآداب، أول مكان تقام فيه الشعائر،
وهذه الشعائر هي التي تعطي الإنسان الطاقة والقوة الإيمانية والروحانية من أجل أن يستمر في حياته العادية، في عمله، في وظيفته، في أي مكان كان. العبادة هي تعطي، هي طاقة وزاد لهذا الإنسان، تعطيه كيف يكون صادقا، كيف يكون عادلا، كيف يكون محبا، كيف لا يكون ظالما. العبادة وظيفتها أن تعطي هذا الإنسان هذا يعني الكم الهائل من مراقبة الله سبحانه وتعالى، كيف لا. ويعني عندما يكون الإنسان ساجد يكون أقرب ما يكون الإنسان إلى الله وهو ساجد. هذا الإنسان الذي يسجد، لماذا تختلف صفاته وسلوكياته عندما يخرج من الصلاة من المسجد؟ لماذا لا تؤثر فيه الصلاة؟ ونحن للأسف نلاحظ هذه الأمور في حياتنا اليوم. فالمسجد هو يعني هام جدا، فكان من أولى ما قام به الحبيب عليه الصلاة والسلام بناء المسجد ليعلمهم كيف يصلون، كيف يتقربون إلى الله، كيف يحبون بعضهم بعضا، كيف يصطفون في صف واحد، كيف يعني يتعلمون النظام، وكيف يكونون خلف إمام واحد. إذن المسجد هو رمز عظيم في دولة الإسلام. أيضا كان العمل الآخر المؤاخاة بين المسلمين عامة وبين المهاجرين والأنصار خاصة. آخى الحبيب عليه الصلاة والسلام بين الصحابة الكرام، آخى بينهم، فكان جعفر بن أبي طالب ومعاذ يعني إخوة، وكان حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة إخوة، وكان أبو بكر وخارجة بن زهير كانوا أخوين سبحان الله، وكان عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك أخوين، وكان عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع أخوين. هكذا آخى الحبيب عليه الصلاة والسلام بينهم، آخى جسديا وروحيا وماديا وفكريا وإيمانيا، يعني لدرجة أنهم كانوا يتوارثون لولا أنه نزلت الآية الكريمة والذين عقدت أيمانكم. فيعني تبدلت هذه الأمور من إرث وأن يرث المسلم أخاه المسلم إلى إيمان في النصرة والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث يعني، وهي رسالة يعني كانوا يتوارثون، هي رسالة كبرى على أهمية الأخوة الصادقة بين المسلمين. هذه رسالة لنا من أجل أن نكون إخوة متحابين وليس متناقضين، وليس يمكر بعضنا للآخر. رسالة المؤاخاة فيها رسالة عظيمة، فيها قمة الأخلاق، قمة المحبة والوفاء والإخلاص. الرسالة الثالثة حقيقة الأخلاقية التي أحب يعني أن أركز عليها أيضا هي كتابة ما يسمى بوثيقة المدينة أو دستور المدينة. هذا الدستور وهذه الوثيقة التي كتبها الحبيب عليه الصلاة والسلام، التي حددت نظام حياة المسلمين والعلاقات فيما بينهم، وكذلك علاقة المسلمين بعضهم ببعض، وعلاقة المسلمين مع اليهود، مع الآخرين في المجتمع في المدينة المنورة. ما هي هذه الوثيقة؟ للأسف كثير منا لا يعلم بنود هذه الوثيقة وأهمية هذه الوثيقة وماهية هذه الوثيقة. والله إخوتي وأحبتي أنها من أرقى ما خط وكتب في حقوق الإنسان، من أرقى الدساتير في هذا العالم. يعني نرى نحن في هذه الأيام يعني علماء ومفكرون في الشريعة وفي العقيدة والفقه وفي القانون وفي الأنظمة والتعليمات، علماء كبار يعني يجتمعون، وعشرات بل مئات يجتمعون من أجل وضع دستور، وليتهم يجتمعون. يعني كل ما بيطلع دستور تجد هناك ثغرات هائلة جدا، تجد أخطاء كثيرة جدا، وبحاجة إلى تفسير لهذا الدستور وهذه المعلومة، إضافة هنا وإضافة هناك، وسنوات طويلة حتى يعني يتم دستور، وللأسف يبقى ناقصا ومنقوصا لأنه من صنع البشر.